رئيس، نقول أولا لمواطني حي المارينيين بفاس أن الحكومة رفضت أن تجيب عن السؤال الآني بالنسبة للحدث الذي وقع بالأسبوع الماضي، لولا أن عندنا في الرصيد سؤال شفوي منذ شهور لما أجابت الحكومة أن هذا السؤال هو آني، وتجيب وتقبل أسئلة لا علاقة لها بالآنية. ها واش هاد الحكومة اللي الناس كيموتوا ما بغيش تجاوب؟ هل هذا يعقل؟ أقول أن ساكنة حافة مولاي إدريس وحافة بن زكور بحي المارينيين الآن في خطر، وهاته الساكنة أنها تستغيث، ولكن هل من أذون صاغية؟ أين الحكومة؟ ما تقولوناش الدعم المدريات، الزاقين فاز المدرية كلها مدريات، الناس ما بقاش كيلقاو فين ينعسوا بالمدريات. المدريات واش كاين شي بيوت الضلا غتطيح ودير لها مدريه وتقول الساكنه سكنين تما؟ الشقق العمارات الان في حي المارينيين الناس ما كينعسوش فيها، زرناهم الناس كيهربوا غادي يديروا لنا الخيام تمايا بحال الخيام اللي في العيون. واش كتنتظر الحكومه حتى تكون الخيام في المدن كلها العتيقه بسلا نهار المدن بمكناس؟ فين هاد الحكومه؟ من اين الخطاب ديالها؟ كلشي مزيان ابدا، الناس يستغيثون تيطلبوا من هذه الحكومه الدخول العاجل. الناس الان ما داخلين ما قادينش يدخلوا للبيوت ديالهم، شقه فيها عماره فيها 6 شقق كلها مشقوقه والناس مساكن لا حول ولا قوه لهم تينتظروا هل من مغيد. اذا انقذوا هؤلاء الناس، راه مو مشكل ديال ان من بعد ما تلقاو حتى لومبيلاسات باش تاخذوا الناس، لان لا قدر الله الشتا المقبله الديور نهارت، كاين شقق فارغه الان غتنهار وغتهبط معها شقق مجانبه، ما كاينش واحد كيتدخل. اذا الناس منسيين، كاين في قبور هما احياء وهما ولات الشقق بعباره عن قبور. عباد الله هذا لا يعقل، لا يعقل تدخل شقه 6 7 بريكه فوق بريكه فوق بريكه، هذا الشيء لا يعقل، راه ما يمكنش تخاف تدخل دوك الشقق كتخاف. كينهاروا الى دخلوا 10 الناس من الوزن الثقيل غادي يهبط طرق الشقة، راه ما يمكنش. شكرا.